سيناء التي خاضت حرب التحرير منذ سنوات وضحت من أجلها مصر بأرواح طاهرة لتحرير هذه الأرض، للأسف تأخرت معركة البناء فيها لسنوات طويلة، والآن هناك على ما يبدو إرادة سياسية حقيقية للدفع بعملية البناء في سيناء، للدفع بإقامة مجتمع حقيقي ونمط حقيقي للتنمية والتعمير في سيناء. صحيح أن هناك معضلة الآن توجد على الأرض، أنك تخوض عملا عسكريا واسعا ضد العناصر المتطرفة، تحاول من خلال هذه العمليات العسكرية تطهير سيناء من هذه العناصر الإرهابية الإجرامية، وفي نفس الوقت تسعى أيضا لتعمير وبناء سيناء. هناك مجتمع حقيقي في سيناء حرم على مدى السنوات الماضية من تنفيذ حلمه الحقيقي، وهو تنمية حقيقية بالمعنى الحقيقي. الحقيقة أن هذه المحاولات تعد محاولات جادة، صحيح أنها تحاول أن تبني وسط عمليات عسكرية زي ما قلت لحضراتكم تتعلق بمواجهة العناصر الإرهابية، وتبدو المسألة على الأرض ليست سهلة على الإطلاق. يعني هتسمعوا تصريحات للمسؤولين العسكريين هنشوفها النهاردة في حلقتنا، بنشوف فيها إزاي المقاولين اللي كانوا موجودين في على الأرض في سيناء لمحاولة إقامة مشروعات حقيقية للتنمية كانوا أيضا بيواجهوا تهديدات حقيقية نفذ بعضها ضد هذه الشركات التي تحاول أن تخلق نمطا حقيقيا للتنمية. لكن تنمية سيناء أمر لا مفر فيه، حتى وأنت تواجه الإرهاب تمثل التنمية أداتك الحقيقية في إشراك هذا الجانب أو هذا الجزء من هذا الوطن الحبيب معك في معركتك الحقيقية. صحيح أن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالفاتورة التي يدفعها المدنيين في سيناء، ولكن الوطن بالتأكيد بيواجه تحدي كبير، فبتبقى النزعة الوطنية أكبر بكتير قوي من أي حسابات. لكن أيضا هؤلاء الذين يدفعون هذا الجزء أو هذا الثمن الكبير يستحقون أن نمد يدا حقيقية صادقة النية في التوجه نحو وتنمية حقيقية في سيناء. هل احنا بننمي سيناء كلها؟ ايوه، المشروعات اللي بننفذها في سيناء كلها بدأت رغم عمليات الإرهاب اللي كانت موجودة، بدأت بحفر قناة السويس الجديدة. يعني قناة السويس الجديدة دي تنمية لسيناء؟ ايوه، لأن دي بداية سيناء، ثم كل السيناوية أهالينا اللي موجودين اللي كانوا يشتغلوا في قناة السويس كلهم 60% زي ما قلت لحضرتك كلهم سيناوية، وهم شعب بيجيد العمل حقيقي وعندهم أحسن معدات وأحسن عربيات وسواقين بيشتغلوا معانا في أعمال الحفر. بعد على طول قناة السويس نلاقي الإسماعيلية الجديدة، وحضرتك هتشوفها دلوقتي. الإسماعيلية الجديدة دي مين اللي هيسكن فيها؟ ما هي أصلاً على أرض سيناء، يبقى الأولوية فيها اللي بيشتغلوا في سيناء وللسيناوية اللي موجودين في شبه جزيرة سيناء. بعدها على طول الطرق، احنا حضراتكم دلوقتي مشرفين على الطريق العرض رقم 1، من قدام شوية هتلاقوا الطريق ده كان حارتين، احنا بدأنا نعمله اتجاهين، كل اتجاه 3 حارات، يعني اتجاهين كل اتجاه 3 حارات، يعني بإجمالي 6 حارة من بورسعيد شمالا وحتى شرم الشيخ جنوبا على 3 مراحل. المرحلة الأولى منه كانت 42 كيلو من جنوب بنزيمة وطنية دي اللي هي جنوب كوبري السلام وحتى منطقة سرابيوم، ودي انتهت بنسبة 100% مع افتتاح القناة. المرحلة الثانية تقريبا 108 كيلو من كوبري السلام هنا حتى بورسعيد 50 كيلو، ومن سرابيوم حتى نفق الشهيد أحمد حمدي تقريبا 58 كيلو، يبقى 108 كيلو بدأ تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر، وإن شاء الله هتنتهي على أبريل القادم إن شاء الله في أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل. بعد كده في مرحلة ثالثة من نفق الشيخ أحمد حمدي وحتى شرم الشيخ، كلكم هتشوفوها إن شاء الله، هتتم إن شاء الله اعتبارا من 25 أبريل هنبدأ نشتغل فيها بعد انتهاء المرحلة الثانية. عندنا طريق الإسماعيلية لعوجة حضراتكم برضه هتمشوا عليه دلوقتي، إحنا بنسميه الطريق الأوسط اللي هو رابط ما بين الإسماعيلية وحتى من العوجة على الحدود الدولية الشرقية، مرورا بقى بمنطقة الميليز، ودي فيها مطار دولي حضراتكم هتشوفوا برضه النهاردة، مطار مدني دولي. في صالة ركاب طاقتها 200 راكب في الساعة، في 2 ممر، ويعني مطار دولي في 2 ممر، فده تقريبا يعني بيقرب شوية من إن شاء الله المطارات العالمية. في مطارات كتير دولية فيها ممر واحد، ده في 2 ممر بيقرب شوية من مطار القاهرة اللي فيه تقريبا 3 ممرات. بعد كده منطقة الصناعات الثقيلة
اللي في وسط سيناء في منطقة جبل لبني، مصانع الأسمنت والرخام والفحم في منطقة المغارة، ده طريق مهم جدا حضراتكم هتتحركوا عليه النهاردة حتى منطقة جبل لبني وندخل إن شاء الله على العريش. ونحن في الطريق إلى مدينة العريش توقفنا هنا عند محبط الطائرات في مطار المليز الدولي. هنا سيكون هناك مطارا دوليا في هذه المنطقة، في منطقة وسط سيناء، يعني ربما لن يكون شبيها بمطار القاهرة الدولي أو على نفس الشكل والكفاءة الاستيعابية، لكن هذا المطار سيكون أشبه بمطار الأقصر، أشبه بمطار شرم الشيخ، سيستوعب ما يقرب من 200 راكب في الساعة. أعتقد حينما نستمع إلى أن هناك مطارا دوليا سيقام على أرض سيناء في وسط سيناء، خطوة هامة على طريق تنمية وتعمير سيناء. زي ما قلنا أهمية هذا المطار أنه يقع في منطقة وسط سيناء في تلاقي الطرق الرئيسية أو الطريق الرئيسي اللي هو الطريق الاوسط اسماعيليه العوجه مع الطريق العرض رقم 4 اللي رابط منطقه بير العبد على الطريق الساحلي بمنطقه وسط سيناء، ومتجه في اتجاه الجنوب حتى منطقه الجد، ثم شمالا او شرقا يعني في اتجاه طابا. عايز اعرف من حضرتك المشروع ده، مشروع مطار المليز الدولي، بدا العمل فيه امتى وامتى مقرر الانتهاء منه؟ هو الحقيقة احنا بدأنا طبعا العمل منذ حوالي عدة أشهر، بدأنا بالطرق وأعمال التسويات، لأن طبعا أنت عارفة حضرتك كأي طبيعة جبلية بيبقى في جبال عالية، بيبقى في حتت منخفضة، فلازم أول شيء بيتم تنفيذه في الموقع هو أعمال التسويات. بعد كده بنبتدي أعمال بقى الطرق وأعمال المباني والبنية التحتية. ده مطار مدني؟ اه يا فندم. طاقته الاستيعابية هتبقى قد ايه؟ حوالي 200 راكب في الساعة يا فندم. 200 راكب في الساعة. بيخدم منطقة وسط سيناء؟ هو الحقيقة هو بيخدم منطقة وسط سيناء، لكن أعتقد إن منطقة وسط سيناء إن شاء الله بإذن الله يعني إحنا كلنا متوقعين لها إنها تبقى منطقة تجارة وتبقى منطقة اقتصادية، فأعتقد إن المطار هيبقى عشان مصانع الأسمنت والرخام اللي موجودة. اعتقد يا فندم عشان المصانع الموجوده حاليا وان شاء الله المصانع اللي هتنشا في مشاريع قناه السويس الجديده ان شاء الله. افتتاح المشروع يا فندم هيتم ان شاء الله مخطط ليه يا فندم في اعياد سيناء ان شاء الله في ابريل الجاي. على بعد امطار وكما ترون في الصوره يوجد مشروع مدينه الاسماعيليه الجديده. هذا المشروع الذي استمعنا اليه كثيرا كاحد المحاور الرئيسيه الخاصه بمشاريع تنميه وتعمير سيناء، دي المرحلة الأولى أو الثانية من هذا المشروع، أقيمت على ما يقرب من 2000 فدان، وهذا المشروع من المفترض أن يتم تسليم الوحدات السكنية الموجودة به نهاية ديسمبر المقبل. اتعرف عليك؟ اسمي روماني من الاقصر. الاقصر وبتعمل هنا في المطار؟ احساسك ايه؟ صراحه فرح ان انا بخدم الجيش يعني وبخدم برضه الوطن يعني. جيت سينا قبل كده؟ لا دي اول مره صراحه شغل يعني. اول مره تيجي سينا؟ اول مره. اسمع ايه عن سينا بقى؟ يعني اسمع عليها كنت نفسي اجيها يعني مش اكتر يعني. صراحه انك بتحفر يعني في مطار او بتعمل اعمال المطار، تطوير مطار في سينا، دي يعني حاجه تشرفني بكره وبعده لاولادي يعني. يعني انا اتشرف ان اقول بكره وبعده لاولادي ان انا اشتغلت في المطار ده وساهمت في بجهدي واشتغلت فيه يعني. اشتغل كم ساعه؟ اشتغل مثلا 12 ساعه او 11 ساعه. دي يعني عامله معالجه كويسه لموضوع الشمس، لانك انت كنت بتشتغل الشهور اللي فاتت كانت الدنيا حر.
شويه بس احنا متعودين على الشمس ان احنا من الاقصر يعني زي ما قلت لحضرتك يعني. الاقصر واهل الاقصر في سينا. ايوه وسهلا. انا من جنة ان شاء الله. صعيد جنة ان شاء الله. من المنيا مركز ملاوي. صعيد اهلا. بني شويف. صعيد اهلا. المهندس ملاك من اسيوط. اسيوط خط الصعيد كله هنا. فكره ان كنتوا تشتغلوا في سينا دي كانت اول مره ولا لا؟ اول مره في سينا يا فندم. بس احنا طبعا هنا زمان مع شركه دراسكم يعني مشاريع في جميع انحاء البلد. اول مره في سينا. اول مره في سينا يا فندم ان شاء الله. في ايه بقى وانت بتشتغل في سينا؟ فاخر طبعا استاذ فاخر. بتسمعوا ايه عن سينا؟ كنا بنسمع ان الارهاب فيها ومحدش بيقدر يدخل سينا. طبعا احنا شايفين امان دلوقتي مع الجيش وشغالين يعني في حته كانت محتله من اسرائيل. فاحنا الحمد لله قدرنا ناخدها ونفتح فيها مطارات ونشتغل فيها. احساس اكيد رائع ان شاء الله. ان شاء الله هنعملها احسن واحسن واحسن. لغينا فكره ان مفيش يعني الناس كلها بره في مصر متخيله ان سينا دي ما حدش شايف فيها خالص. احنا بقالنا سنه ونص هنا مفيش اي مشاكل خالص في سينا وشغالين 10 على 10 بنشتغل يمكن شبه 24 ساعه ما عندناش اي مشاكل خالص في الشغل. احنا بندعو اهالينا واي مستثمرين واي مهندسين واي عمال تعالوا اشتغلوا في سينا. سينا عمار، سينا امان، الجيش مسيطر كامل على سينا يا فندم. المنطقه دي وسط سينا. وسط سينا يا فندم. يعني عن الاسماعيليه حوالي 100 كيلو حضرتك تقريبا. المشروع بقى مقارنه كنتوا تفتتحوه في اعياد تحرير سيناء مش كده؟ يعني يا فندم 4 شهر 4 بس هي حضرتك مراحل. مرحله اولى مرحله ثانيه. بدينا في حضرتك في الاول من الممر الرئيسي اللي هي الحربي. بعد كده بدانا يا فندم قالوا في مطار مره مدني وبدانا نعمل مدني وصاله مدنيه برضه نفس القصه. حضرتك نفس الظروف اللي كنت بتقول من شويه ان انا فرحان ان انا بشتغل في ارض حررناها. اكيد يا فندم اكيد. يعني حاجه زي كده وسط الارهاب وسط الارهاب وصعب جدا اي حد يخش مصر هنا. فدلوقتي بفضل الله اشتغلنا وعددنا لازم رغم الظروف اللي احنا فيها دلوقتي موضوع اتصالات. يعني لحد دلوقتي فضل في الشبكه نهائي في الشبكه نهائي بنستحمل زي كده وظروف نقعد مثلا 25 يوم عشان ننزل اجازه من 6 ايام من غير اتصالات من غير اي حاجه بنستحمل برضه عشان سينا وعندك اولاد؟ ان شاء الله ثلاثه بنتين يا فندم بنتين وولد عندي 6 سنين وثلاثه وسنتين. طبعا بتقعد 25 يوم ما تكلمهم؟ جينا يا فندم اكيد جينا مشوار بقى اروح يعني 12 ساعه رايح 12 ساعه جاي برضه بستحمل الحمد لله. عشان مصر. عشان مصر ان شاء الله يا فندم. عشان مصر عشان ولادك. مصر واولادي واولاد ولادي ان شاء الله. بترجع بقى بعد 25 يوم بيقولوا لك اكيد ده حاجه ثانيه خالص. بتعمل ايه يا بابا؟ اكيد يا فندم هو الشغل انا حضرتك يعني بنت صغيره لما بتشوف معده او اي سينا القناه نفسها تقول شغل بابا. يعني شوف القناه فين فين وفتح الجديده تقول شغل بابا. سعيدة يا فندم الناس هنا سعيدة جدا ما فيش مشاكل الحمد لله. ما فيش قول حضرتك يعني بقالنا 25 يوم ما فيش التليفونات. لا ده انا ممكن الغي اجازته كمان واخليه يكمل لما محتاج له. لو واحد زميله تعبان او بتاع هو بيكمل ممكن يقعد 30 و35 يوم. كنتوا بتعملوا ايه بقى في الحر الفترة اللي فاتت درجة الحرارة كانت مرتفعة السنة دي شوية؟ طبيعة شغلنا ان احنا مستحملين الجو الحر والشتاء القارس وكل حاجة. لما قالوا لكم مشروع مطار في سينا بقى مطار في سينا كان احساسكم؟ احسسنا صعب جدا صعب. طبعا كان صدمه بس جينا احنا بتوع جبل اصلا بتوع مش بس سينا صعب انا الظروف حضرتك تعرفها بس جينا ما لقيناش حاجه. العمليه هاديه والمنطقه متامنه والحمد لله ربنا يوفقكم واحنا كلنا فخورين بيكم ان شاء الله كلنا نحتفل معاكم بافتتاح هذا المطار في اعياد تحرير سيناء الجميله. أنا على أتم الاستعداد في هذه اللحظة تيجي معايا تلف كل القرى والتجمعات اللي فيها أهالينا المهجرين وتسأليهم على أرض الواقع. هم قريبين من هنا من العريش؟ لا هو يعني في مناطق هم طبعا بيحبوا المناطق الصحراوية فهم بيسكنوا من أول الميدان من يعني عناصر الحياه متوفره لديهم ميه مدارس تعليم مستشفيات ابنائنا وبقول لك وعلى في مستشفيات في ميه مستشفى العريش العام موجوده مراكز ووحدات الصحيه موجوده ولكن نحن نفتقد هنا وده نداء ببعته للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحه نحن نحتاج الى اطباء في جميع التخصصات الطبيه الى مستشفى العريش العام ومستشفى رفح ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بير العبد. اذا كانت انا في مستشفى العريش العام وهي العاصمه بتفتقد
الأطباء والتخصصات، فكيف أقدم خدمة طبية؟ إحنا للأسف أغلب الحالات المصابة بيتم يعني بيتم نقلها إلى مستشفيات الإسماعيلية أو المستشفيات العسكرية في القاهرة، وأنا من هنا وأنا واقفة هنا وقدامي قافلة القوات المسلحة بشكر قيادة القوات المسلحة المصرية ورئيس الجمهورية اللي بيوفر لنا الرعاية الصحية واللي بينقل أطفالنا وأبنائنا المصابين من العمليات الإرهابية والعسكرية إلى مستشفيات القوات المسلحة. حقكم أقل ما يقدم لأهالي سيناء، وهم يقدمون هذه التضحيات الكبيرة أقل ما يقدم. مصر ستقدر هذا الدور أكيد. حاك من أبناء الصعيد اللي عايشين هنا في العريش في سيناء، بقالك قد إيه عايشة؟ فترة كبيرة يعني 25 سنة. 25 سنة دي فترة طويلة قوي عشان تقدر تحكم على حاجات كتيرة وعلى تجارب كتيرة وعلى أحداث كتيرة. كان دايما يتقال إن سيناء التي حررناها لم نستطيع أن نبنيها أو نعمرها. ليه يعني هذا المفهوم الخاص بالبناء ظل غائب عن سيناء؟ هل حاسس إن على الأرض الواقع دلوقتي في تغيير؟ هو فعلا كان الفترة اللي فاتت ما فيش إرادة سياسية فعلا إن هي تنمي البلد. الإرادة السياسية لما بتتوجد فعلا هي هتبدأ التنمية، عجلة التنمية. احنا القافلة دي مع ان هي اول قافلة تحصل من القوات المسلحة، احنا حاسين ان فعلا في إرادة سياسية ان فعلا تتعمر سيناء. لأول مرة نشعر الشعور ده، قبل كده كله كلام ما حصلش اي حاجة. طب بس احنا عندنا مشكلة الان ان سيناء التي حررناها هي هناك محاولة لتطهيرها الان من العناصر الارهابية والاجرامية، فانت تريد ان تبني وفي نفس الوقت هناك مسار لهذه العمليات العسكرية وهذه المواجهات مع الارهابيين بيدفع طبعا ثمن يعني منها اهالينا اللي عايشين هنا وكلكم بتدفعوا ثمن لده. محترمة كتير اتظلمت، ناس محترمة كتير واولادنا وشرطة أو جيش أو مدنيين، كل اللي استشهدوا دول ولادنا ودمنا، وإحنا فعلا حاسين إن المرحلة دي كانت مؤامرة كبيرة على مصر. إيه الصوت اللي أنتوا عايزين توصلوه النهاردة؟ إن القيادات اللي القوات المسلحة تقرب للناس، اللي أهل سيناء محترمين شرفاء فعلا، مش هقولك 99% كله بيحب البلد دي فعلا صدق. يعني الارهاب ده دخيل علينا احنا، انفاق مش انفاق، حدود كبيره، اتفاقيه كامب ديفيد اتكبلت الايادي من فتره، جيشنا ما حطش رجله كويس على ارضنا غير الفتره دي. فلما احنا يعني نقول ان احنا جيشنا وقياداتنا تقرب للناس اهل سيناء كويس، هيحصل في تعاون. اللي عايزينه اهل سيناء، اهل سيناء مش عايزين حاجه كتير، يعني اهل سيناء عايزين تبقى حقوقهم زي اي حقوق اي محافظه تانية. احنا ملاكي شمال سيناء بتقف على الكماين، تفتيش ذاتي، تفتيش مش عارف ايه، المعديات، الطرق، حضرتك شايفه ده اعتبارات امنيه. طبعا الناس اتخنقت، اعتبارات الامنيه خنقت الناس. في حلول، احنا في دوله كبيره، دوله زي مصر لازم تلاقي حلول لكل الحاجات دي.